في عملية فرز الأصوات، واحد من أعضاء القائمة ومخرجوا طردوا أعضاء القائمة الكل، واحد من أعضاء القائمة ازلق قعد اش يعاين وعنده صفة مراقب بالقانون باعتباره عضو من القائمة، اش يعاين هزوا الصندوق الكل جابوا سك بوبال وصبوهم فيه سك بوبال. هذاك هو الصوت التونسي بقعته شنية، هذوما اللي تكلموا فينا هكا على طرطوشة اللسان يحب يعتذر ويعترف، وانا بامد هذيك قيمة الصوت التونسي سك بوبال، تشعر بالاحتقار لنفسك. وقف قال له يا سيد كيفاش تعمل هكا؟ شكون قال له انت؟ قال له انا تابع القائمة راه صفتي كذا وانا من ناحية قانونية مراقب. هاي طوله للأمن إيفاكوي بالقوة، شاهد ظلم